نحن في زيارة عند شايف. السلام عليكم سي إبراهيم. سلام الحاج رمضان. كيفك داير أخويا لاباس؟ مرحبا بكم. والله جينا نزوروك اليوم في البيت. مرحبا. شكرا بارك الله فيك. تفضل سي رمضان. زيارة إبراهيم لأن قيل لنا أنه عنده مبادرة نتاع صناعة لي ماسك. واقي الوجه. واقي الوجه. واقي الوجه. هذا الواقي الوجه. الله يبارك. الله يبارك. اخواتنا الاطباء اللي راهم واجهات المقاومه لهذا الفيروس اللي جا. نطلبوا لهم الدعم ان شاء الله اخواننا. انا عندي زوج مهنات تاجر ومقاول. الله يبارك الله يبارك. وخبير في اليدويه يعني في المرض نتاع كورونا الناس كلهم اللي ونشجع هذه المبادره. شباب بين باللي عندها روح وطنيه وعندها روح المبادره ونشكروا اي واحد قدم مبادره اللي تفيد المجتمع. حاليا تورك هنا في انا في سيدي سعيد الملح. سيدي سعيد الملح. هذه المبادره من وين بديت بها؟ راها عندها واحد 15 يوم، بين 10 ايام و 15 يوم. درتها في الفيسبوك لونسيتها وكاين اللي عاونني مش ما عندي هنا. تفضل سي ابراهيم. راني بديت بالمبادره هذه عندها واحد 15 يوم. درتها في الفيسبوك درت موضوع في الفيسبوك عليها وكاين اللي ارسل لي عاوني بالبلاستيك هذا وبديت فيها وراني خادم. راني خادم شحال وحده وزعت واحد 40 وحده. كاين اللي مديتهم الاطباء كاين اللي المستشفى عطيتهم لواحد داخل المستشفى في سبيل الله. وراني مازال نصنع ها هو راك تشوف لي موديل هما هما راه نقول طريقه الصنع هاي لا اللي درت فيديو تما تما ورينا فيديو فيسبوك كيف طريقه الصنع تاعها. نستعملوا لاكول هذه الشمع نستعملوا البلاستيك هذا تاع اللي يديروه في البريك اللي غلفوا به البريك. حاجه تسمى سهله في متناول الجميع. يعني ما يكلف شويه ولا ما يكلفش؟ ما يكلفش. لكن هذا يكلفك يا ربي واحد 50 دينار. ايه صح. ما يفوتش 50 دينار ماكسيموم. ما يفوتش 50 دينار. وعندنا لاستيك. نعطي هذا. فقط. وهذا البلاستيك اللي يديروه في المذكرات كشف المذكرات التخرج كشف. من بعد في المكتبات تقدر تقيسها قيسها تشوف؟ نعم قيسها ماشي ثقيل يعني ماشي ثقيل باش دير على الوجه ولا الراس يعني. خفيف وما يغبنش. ما يغبنش خفيف تماما. ها ما كانش حمايه الوجه. حمايه الوجه وحمايه الفم. ما كانش رداد. اي رداد ما يدخلش يكون يحمي الطبيب ولا يحمي وني داير لهنا باش ما البروتيكسيون حمايه تاع الراس باش ما يعياش. هذه حمايه تاع الراس. هذه الحماية باش الجبهة باش ما ينضرش اللي يكون حامل هذا القناع. لأن نورمالمون كي يكون واحد داير حامل قادر يديرها 24 ساعة 24 ساعة ما يمش خاطرش الفيروس يتكون هنا فيروس ما يمساش 24 ساعة قد يعقمها. هذه عاود يردها خاش بلاستيك يعقم يعاود يلبسها. قلت لي وحدة وقسمتها في المستشفى. قسمتها عطيتها لواحد الأخ قسمها في المستشفى تاع موشنت. وكاين انا اللي مديت لهم شخصيا اطباء. كاين واحد الاطباء مديت لهم انا شخصيا. انا مديت لهم شخصيا. واليوم شارك صانع عندنا؟ راني صانع 20 قناع. 20 قناع حامي الوجه هذا. وان شاء الله هذا مازال عندي مازال الموت الاوليه كاينه الغفره. وان شاء الله هذا وين غادي ياخذوا المكان اخر فين؟ بيان سور غادي مكان اخر اللي واللي يعملوا في قطاع الصحه هما اللي راهم في واجهه مواجهه هذا المرض. الحق والله فرحنا لان عندك مكان صغير ضيق في الغرفه تاعك وقدرت تصنع راك لحق ما يقارب 70 واحدة ولا 80. وقلت لي عندك مشروع اخر. عندي مشروع تاع نفق تعقيم يخدم ما ينفقش الجسم يخدم بالرداد برك بالبخار. البخار بخار بارد يخدم بالموجات فوق الصوتيه. المشكل هذوك الاجهزه تاع الموجات فوق الصوتيه كاين في العاصمه برك. راني متصل مع واحد الشخص باش يزيفتهم لي يرسلهم لي مع واحد. راه عندنا شويه تاع وقت باش نجيبوهم باش نركبوا هذا النفق ان شاء الله. اللي بغى يعاون مرحبا به ماشي مشكل. بارك الله فيك. مرحبا به. رانا هنا ونطلبوا ان شاء الله هذا ربي يرفع علينا هذا المرض ونطلبوا الاطباء تاعنا ربي يحميهم والمرضى تاعنا ربي يشافيهم ان شاء الله.
شكرا بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا.